من خلال هذا الموضوع اللي مريت بيه والمشاكل اللي مريت بيها والتفاصيل اللي كلها اللي عرفتها عن التوحد، يعني انا قررت اشتغل فيلم انيميشن. انا مخرج، اشتغل مخرج واشتغل جرافيك ديزاينر واشتغل انيميشن بالاونه الاخيره، فقررت انه اشتغل فيلم انيميشن عن اطفال التوحد. يعني اختصرت بيه جزء بسيط من معاناه التوحد واهل التوحد، جزء بسيط لانه باعتباره فيلم انيميشن ووقت قصير، اضافه الى الدعم والامكانيات اللي هي ما متوفره حاليا لهذه الافلام، فاضطريت انه اشتغل فيلم قصير وهي بي رساله للمجتمع، مو بس يعني رساله للمجتمع انه هذا الطفل توحد من يطلع بالشارع، انه مو طفل طبيعي هو، يعني يمر بمشاكل، يمر باضطرابات كثيره. فاختصرت جزء من معاناته بهذا الفيلم، مو يعني هي مواقف صراحه صارت بي انا شخصيا، من عندها طبيب ما عرف يتعامل وياه، مع احتراماتنا للاطباء اللي يتعاملون بطريقه جيده ويا هذا ويا هؤلاء الاطفال، طبيب ما عرف يتعامل وياه، دا يضربه ابره فصاح عليه، الرعب الطفل اكثر، هاي خليته بالفيلم بس بصوره رمزيه طبعا. الطفل راح دا يلعب برا، هو دا يلعب برا، اخذ الطابه مالته وراح يلعب برا، الطفل اجى باقي الطابه من عنده وضربه وانهزم، اجى انه يصعد يبكي على الطوبه، هذا هم خليته بالفيلم بس هم بصوره رمزيه. التنمر اللي يتعرض له من الاطفال، يعني انا من اوديه للمدرسه مثلا اذا اطفال اصحاء، هو ما لذلك انا ما خليته المدرسه، يتعرض التنمر ويتعرض لهاي الامور، فما هم خليته بجزء من هاي المعاناه خليته بالفيلم. الفيلم الحمد لله حصل على الجائزه الاولى في مهرجان بابل للسينما الانيميشن البارحه، يعني الحمد لله، يعني اقول ممكن يعني ان شاء الله توصل نعم. رساله للمجتمع، يعني بصراحه انا اريد اوجه رساله للمجتمع بها انه هذا الطفل من يطلع بالشارع مو مثل الطفل العادي، يعني هسه انا من اطلع بالشارع واخذ ابني وياي راسا يجذب لي انتباه، راسا العالم تقول انتباهوا علي اذا سوى التصرف، اذا صاح، اذا سوى فد شيء بالاسواق، اروح الاسواق الناس تباهوا علي، زين انا اظل شو اسوي؟ لا اقدر اصيح عليه، لا اقدر اجر، يعني شو اقدر اسوي له؟ فالعالم صحيح استاذ يتبغى ضغط ميثم، غريبه، واحنا اكيد وهاي بصراحه ندعوك انه مؤلمه تتابع حلقتنا اللي هي اكيد بيها معلومات هواي راح تكون حول التوحد وتفاصيل هواي ويا اطباء ومختصين. بس شكرا جزيلا مناشده لك. عندي بسيطه، بس تفضل مناشده اذا تفضل. ممكن. مناشده دوله رئيس الوزراء السيد محمد الشاعر السوداني، باعتبار انه هو اجى غير واجى بنى واجى اشتغل، اقول يعني بس عينه على الاطفال التوحد، ممكن يعني اذا يوجه توجيه لوزاره الصحه او هو يتبنى الموضوع او يوجه اي احد يساعدنا بهذا الموضوع، بان شاء الله مراكز خاصه بغداد بالخصوص، مركز خاص، مركز كبير بكل التفاصيل، العلاج، التدريبات، يعني هاي الامور ان شاء الله تكون بباله، اتمنى من هذا الشيء.